مهم قوي في قضية الارتباط وإني أتعزى. إذا كان أبويا بالجسد أوقات كتير يقول لي، لو حد بيرتبط يعني يقول للبنته معلش يمكن ده مش مناسب معاكي، يمكن ده يتعبك شوية فيما بعد فبلاش ده. وفي ارتباطنا زي ما بنحط معايير إننا هل هو مناسب ليا ولا لا، من ناحية الروحية، من ناحية العقلية، من ناحية التعليمية، من ناحية المادية، من ناحية الثقافية، ومن ناحية الميول كمان، بحط الموضوع في إيد ربنا وبقول له يا رب من فضلك اختار الصالح. أنا في الأول والآخر بنتك أو أنا ابنك، فاللي تشوفه يا رب صالح اعمله. إذا كان الله محب البشر أعطانا علامات أو إنه سمح إن تكون العلاقة دي ما تكملش، أكيد لخيرك والخير، ومش معناها إن أنت وحشة أو إنه وحش، أنتوا الاتنين ممكن تكونوا ممتازين، لكن في نفس الوقت مش هترتاحوا مع بعض. قدام يمكن تكتشفوا أمور كل واحد جوه التاني ما يقدرش يقبلها. فربنا يعني اختصر ليك القصة من الأول، لأنك أكيد طلبتي مشورته وطلبتي إرادته. فإذا أعلن إرادته وإذا كنت بنته، اسمحي لي أقول جملة بين قوسين، إذا كنت واثقة في محبة أبويا هقول له متشكرة، لأن اللي منعته أكيد كان هيبقى صعب قوي لو إني اكتسته، كان هيبقى صعب قوي، هقول له متشكرة. بس في نفس التوقيت خليكي فاهمة أن إلهنا إله تعويضات، هيبعت لك حد هيبعته لك، بس لو أنت كنت واثقة فعلا أن أبوك السماوي بيعد ليك شخص تاني يقدر يديك الفرح من عنده.